الشمس هي التي تتحكم بالأحوال الجوية، وفي بعض الأحيان تقودها لتصبح جامحة، وذلك عندما تتصادم التيارات الحارة والباردة في الغلاف الجوي. هذا حقيقي محليا وعالميا. العواصف على الكواكب الأخرى أكبر وأعتى منها على الأرض، ولكن لما ذلك؟ بسبب الشمس. إن لم يكن هذا صحيحا، إذن ما الذي يؤجج غضبها؟ القوانين الأساسية للطبيعة هي عمليا نفسها في أي مكان تذهبون إليه في المجموعة الشمسية، ولكن لكل كوكب طريقته الخاصة في التعامل معها. الآن على المريخ، الكوكب كله مغطى بالرمال. هذه العاصفة الرملية تحجب 99% من أشعة الشمس من الوصول إلى سطح الكوكب. إنه في الحقيقة نظام عواصف أصغر، لكنها لا تزال هائلة الحجم، تحرك التراب بعنف عالي باتجاه الغلاف الجوي. حالما تبدأ، تحتاج السماء المريخية إلى أشهر لتعود صافية. يملك المريخ أكثر المشاهد المأساوية للأحوال الجوية في المجموعة الشمسية. يتعرض لأحداث تتعلق بالأحوال الجوية تمتد على الكوكب كله. القوانين الأساسية للحرارة والبرودة هي نفسها هنا على المريخ. لما الأحوال الجوية مختلفة عن الأرض؟ أولا، يعادل حجم المريخ نصف حجم الأرض. إنه أيضا أبعد بنسبة 50% عن الشمس، لذا هو أبرد بكثير. معدل درجات الحرارة على المريخ باردة جدا، تبلغ 62 درجة تحت الصفر، كما أن الغلاف الجوي رقيق جدا، يتألف بمعظمه من ثاني أكسيد الكربون. ولعل أكثر الفروق أهمية هو أن المريخ عبارة عن صحراء شاملة. ماذا سيكون شكل الأرض من دون الماء؟ سيحتوي على الأغلب على كثير من التراب. ما من ماء سائل على سطح المريخ، وهناك كمية قليلة من الماء في الغلاف الجوي، لذلك لا نجد شيئا يقوم بتثبيت التراب في الأسفل. على الأرض، العواصف الرملية تكون محلية وتستمر فترة قصيرة. السبب وراء هذا الاختلاف في المقياس هو أن العواصف تولد أحوالها الجوية الخاصة بها على المريخ، في حين أنها على الأرض تخضع للأحوال الجوية السائدة من حولها. على الأرض، نظام الأحوال الجوية العالمي يقوم بصناعة العواصف الرملية، وعلى المريخ العواصف هي التي تصنع نظام الأحوال الجوية العالمي. كان علماء الفلك يملكون وعلى نحو دائم القدرة على رؤية العواصف الرملية المريخية بسهولة بالمناظر الأرضية العادية، لكن الأمر الذي لم يكن في وسعهم رؤيته هو مسبب تلك العواصف، وكان ذلك يتطلب رحلة إلى كوكب المريخ نفسه. في عام 2003 استطاعت ناسا إنزال مسبارين أطلقت عليهما اسمي سبيريت وأوبورتونيتي على سطح المريخ، مهمتهما المعرفة أكثر بخصوص جيولوجيا الكوكب الأحمر. لطالما افترض مهندسو ناسا أن التراب سوف يتراكم على اللوحات الشمسية لهاتين المركبتين أثناء تجوالهما على السطح المريخي. إن كنتم تملكون كثيرا من الغبار المتساقط خارج الغلاف الجوي، فقريبا لن تحصلوا على القدر الكافي من الشمس من أجل السيليكون. اعتقدنا أن ذلك سيقوم بتعطيل المسبارين سبيريت وأوبورتونيتي. لكن ذلك لم يحدث مطلقا. المسباران لم يتوقفا عن العمل كما كان مرجحا. في الوقت الذي كان الغبار يتكون على اللوحات، كان هناك شيء ما يقوم بتنظيفهما بطريقة ما. ولكن ما سبب ذلك؟ لقد أذهل ذلك مهندسي ناسا إلى أن رأى المسباران الجاني، يمكن تسميتهما شياطين الغبار. اتضح أن شياطين الغبار كانت فارسنا الأبيض. لقد أتت ونظفت اللوحات الشمسية في الوقت الذي كنا نتوقع أن نبدأ بالتعرض فيه لبعض المشكلات. هناك صور جميلة ترين شياطين الغبار على مدى الغلاف الجوي المريخي، والجنود الأشباح الصغار يقومون بالتحرك في الخارج وعن بعد. شيطان غباري هو ارتفاع الهواء الساخن أو الانتقال الحراري. الهواء الحار يريد أن يذهب إلى الأعلى ويأتي كالماء النازل في المصرف. إنه يتحرك بشكل حلزوني صعودا إلى المناطق الأبرد.
في كل مرة يصعد فيها الهواء الحار إلى الأعلى خلال الهواء الأبرد والأكثر كثافة، يلتف أثناء دورانه إلى الأعلى. يمكن أن يكون الانتقال الحراري قويا جدا لدرجة أنه يرفع الأشياء إلى الأعلى. على الأرض يرفع الرطوبة، وتلك هي الطريقة التي تتكون فيها العواصف الرعدية، ولكن ما من رطوبة على المريخ، لذا فأنها تترك غبارا جافا وداكنا وتولد عواصف رملية عملاقة بدلا من ذلك. حالما تنطلق في الهواء تقوم السحب المريخية بامتصاص ضوء الشمس وتدفئة الغلاف الجوي، يؤدي ذلك إلى زيادة الارتفاع الحراري بشكل مميز. يؤدي ذلك إلى إنتاج مزيد من الرياح، ما يجلب لنا مزيدا من الغبار على مدى آلاف الأميال، أو حتى أحيانا تستطيع تغليف الكوكب كله. ولأن الغلاف الجوي المريخي رقيق جدا، لا يتطلب الأمر كثيرا لتبدأ الدورة بالعمل. هناك فروق كبيرة بين الحرارة السطحية وحرارة الهواء، لذا فالانتقال الحراري على المريخ أقسى. كقاعدة، الأرض لا تتلقى درجات الحرارة القاسية التي يتلقاها المريخ، ولكن في بعض الأوقات هنا في الصحارى الأرضية الارتفاع الحراري يمكن أن يكون كالذي في المريخ. في جامعة ولاية أريزونا يقوم ليني كريس بصناعة شياطين غبار على نحو إرادي في المختبر لكي تقوم بدراستها بشكل أقرب. إنه يستخدم مولد دوامات وبدائل أخف وجليدا جافا بدل الغبار. الشيء الذي يقوم بصناعته ليس نسخة مطابقة لتكون شياطين الغبار الحقيقي، لكنه كاف وواف لكي نرى كيف تقوم بحمل الغبار والأنقاض. تنشأ شياطين الغبار الطبيعية عادة من الأسفل إلى الأعلى، على عكس الزوابع التي تتكون من الأعلى إلى الأسفل. نحصل على بداية تدفق هوائي، وفي الوقت الذي يبدأ فيه تدفق الهوائي بالدوران بسبب المراوح في الأسفل، عندها ينتهي بنا الأمر بالحصول على شكل دوامة. مولد الدوامات هو مكنسة كهربائية كبيرة تقلد الحركة الدورانية للارتفاع الحراري. يمكنكم أن تروا هنا أن هناك قاعدة أعرض، حيث أن الأجزاء الأكبر من الجليد الجاف يجري اختراقها وتلتف وتصبح أخف وتتوسع إلى الأعلى. في مركز النواة هنا ستحدث الكمية الكبرى من عمليات الرفع. شياطين الغبار المريخيين كانت مفيدة في إبقاء المسبارين نظيفين، ولكن هل من الممكن أن يقوم بعمل الفوضى في باقي أجزاء الكوكب؟ يعتقد بعض العلماء أنها تحمل كثيرا من الغبار إلى الغلاف الجوي، وأنها معا تستطيع تحفيز هذه العواصف الرملية الأكبر بكثير. إنها تتسبب ببدء أنماط الرياح والهواء الدافئ هنا على الأرض، وقريبا ستكونون قد نشرتم الغبار على الكوكب كله. وقد وجدنا قياسات تدل على أن هناك ما يقارب 80 من الشياطين الغبارية في الكيلومتر المربع الواحد، كما يمكن أن يتراوح طولها من 50 إلى 60 مترا للشيطان الواحد، وارتفاع 10 كيلومترات. يمكنكم الحصول على الوحوش الشاهقة من شياطين الغبار التي لا نراها مطلقا على الأرض. النوع الكبير الحجم الذي نراه على المريخ أقرب إلى الزوابع، حيث إنها ترتفع لتصل إلى 10 كيلومترات، لذا فهذه الأشياء وحوش حقيقية. لحسن الحظ، شياطين الغبار على الأرض لم تملك القوة مطلقا لإنتاج ذلك النوع من الفوضى هنا. ولكن ما الذي سيحدث للأرض إن تعرضت لعاصفة رملية عملاقة من النمط المريخي؟ إن تعرضتم لعواصف رملية من القياس المريخي على الأرض، فستجدون أن مدينتكم قد تغلفت بضباب برتقالي اللون. تنخفض جودة الهواء في الوقت الذي تتأجج فيه العاصفة، والغبار يقوم بحجب الشمس، ما يوقف عملية التركيب الضوئي. لا نباتات لا طعام، ودرجات الحرارة سوف تنخفض. من 65 مليون عام مضت، ربما اصطدم كويكب بالأرض مولدا هذه الأحوال المشاهبة وماسحا الديناصورات. مع ذلك فهذا لن يحدث على الأرض، لأنه سيكون هناك تساقط للأمطار وتكثيف للرطوبة على الستار الرملي، وهكذا حتى تسقطهم خارج الغلاف الجوي، لذا فمن الصعب جدا أن ينتشر شيء كهذا. التنبؤ بالأحوال الجوية على المريخ قد يصبح بأهمية التنبؤ بها على الأرض إن كنا نريد إرسال رجال في مهمة إلى هناك.
البيئة العالمية لم تعد في الحقيقة تنطبق على المرج المجاور أو الجدول الصغير في نهاية البلدة، إنه يتعلق بداخلية النظام الشمسي كلها، أعني أنها فعلا بيئتنا الآن. تقوم طاقة الشمس بغمر جميع الكواكب. على الأرض تقوم بتكوين الزوابع الهوجاء. على كوكب المريخ عواصف رملية واسعة المدى، ولكن مع انعدام الطاقة الشمسية تقريبا يقوم نبتون البعيد بإنتاج رياح قوية وعنيفة. من أين تأتي وكم هي عنيفة؟ إن سافرت رياح نبتون إلى الأرض ستقوم هذه العواصف الفضائية حرفيا باطلاعنا بعيدا. يبعد مدار نبتون عن الشمس 5 مليارات كيلومترات في الحافة الخارجية من المجموعة الشمسية. هناك كثير من الأشياء التي لا نعرفها عن هذا الكوكب الكبير الأزرق. يضرب تيار رياح نبتون النفاثة بسرعة 2400 كيلومترات في الساعة في المنطقة العليا من الغلاف الجوي. ولكن كيف؟ تتحكم الشمس بالأحوال الجوية على الأرض وعلى المريخ، لكنها تصل إلى ذلك المكان بصعوبة. عدم وجود أشعة الشمس يعني أن درجات الحرارة متجمدة بمعدل 235 درجة مئوية تحت الصفر. إذن إن لم يكن هناك شمس أو دفء، من أين تأتي هذه الرياح التي لا تصدق؟ إحدى الأحجيات المثيرة للاهتمام في أثناء المسير قدما في المجموعة الشمسية بعيدا من الشمس هي أن الرياح لا تنخفض، وإنما تحصلون على رياح قوية جدا. لابد من أن الطاقة للرياح نبتون تأتي من مكان ما. ما زال العلماء يحاولون اكتشاف هذا المصدر. إن طاقة نبتون لا تستمد من الإشعاع الشمسي، إن الطاقة التي اكتشفناها نابعة من الكوكب من الفحص بالحرارة بالأشعة ما فوق حمراء، إنها تساوي 2.5 ضعف من الطاقة النابعة من الشمس. إذن الكوكب يقوم بإنتاج حرارته الخاصة، ولكن ليس من نواته التي تتألف من الصخر والجليد، إنما يلتف حول هذا المركز الجليدي حيث توجد عباءة من النشادر والميثان والماء، جميعها مضغوطة بكم هائل من الضغط وتقوم بتوليد أطنان من الحرارة. في الوقت الذي يتجمد فيه نبتون من الخارج ومن الداخل يقوم بإنتاج كثير من الحرارة. قد تساعد هذه الحرارة في توليد رياح نبتون، لكنها تبقى قوية جدا لتتولد من العباءة وحدها. هناك شيء آخر يقوم بدفعها أسرع وأسرع. الأرض تملك نواة حارة أيضا، وهي أقرب بكثير إلى الشمس. إذن لما لا نملك رياحا مثل نبتون؟ السبب الوحيد هو أن المحيط يقوم باختزان وإفراغ الطاقة، وهذا يساعد على توليد الأحوال الجوية. هذا يضيف الطاقة في أماكن ويأخذها في أخرى، وهو نظام معقد. هذا النظام المعقد ينتج كثيرا من الرياح. أين يمكن أن نجد أسرع الرياح على الأرض؟ بشكل مفاجئ، بعيدا من المحيط. إنها تتحرك عوضا عن ذلك على قمة جبل متوسط الحجم، جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير. أعلى رياح جرى تسجيلها كانت هنا على جبل واشنطن بسرعة 371 كيلومترا في الساعة في 12 نيسان إبريل لعام 34. مرصد جبل واشنطن هو مؤسسة علمية خاصة مسؤولة عن متابعة الأحوال الجوية والمناخ على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1916 مترا. أبقت هذه المحطة البعيدة للأحوال الجوية على تسجيلات يومية لمدة 76 سنة مضت. إنها واحدة من أكثر المواقع تطرفا على الكوكب. نرى بشكل منتظم في الشتاء رياحا تفوق سرعتها 160 كيلومترا في الساعة كل بضعة أيام. إنها لا تشبه بأي طريقة رياح نبتون العاتية، لكنها لا تزال تعد قوية. لما يقوم هذا الجبل الذي يبلغ 5 حجم إيفرست بإنتاج هذه الرياح العاتية؟ نحن
في مكان نملك فيه رياحا تلتقي من اتجاهات عدة وتكون آتية من وادي نهر أوهايو وآتية من وادي نهر القديس لويس وآتية من ساحل البحر الشرقي، جميعها تلتقي هنا في هذه المنطقة على قمة جبل واشنطن. التغير في الارتفاع من أرض الوادي إلى قمة جبل واشنطن مهم جدا لأي نطاق جبلي، يزيد على 1920 مترا، إذن الهواء يجبر على الصعود فوق قمة الجبل ويجبر على الانضغاط ويتسارع في أثناء انضغاطه فوق قمة الجبل. يقومون بقياسه على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. إن سرعتها تزيد على 160 كيلومترا في الساعة الآن. الجليد يتكون على أرضية الأدوات بسرعة، حان الوقت للصعود وإزالة الجليد عن الأدوات، مع أنها تعصف بسرعة تزيد على 160 كيلومترا في الساعة. السطح غير المتساوي للأرض الذي يسير الرياح لتصبح عواصف قوية على جبل واشنطن يقوم في النهاية بكسرها عبر الزمن. هذا هو الفرق الكبير بين الجو على الأرض والجو على نبتون. الأرض تمتلك جبالا تقوم بإبطاء سرعة الرياح، وسطح نبتون أملس ككرة البليار. لا تتعلق المسألة بقيادتها لتكون أقوى، لأنها ليست كذلك. الأمر هو مجرد عدم وجود شيء يبطئها. حالما تبدأ رياح نبتون بالعصف، لا شيء يقف في طريقها. إذن ما الذي يمكن أن تحدثه لنا رياح نبتون العادية التي تبلغ سرعتها 1300 كيلومترا في الساعة هنا على الأرض؟ نتعرض لرياح الزوابع الهوجاء هنا بسرعة 160 كيلومترا في الساعة ونعتبرها خطرة لذا، فإن جلسنا في رياح سرعتها 1450 كيلومترا في الساعة من نبتون على الأرض فإننا سنضطر على الأغلب إلى البدء بمسح كل شيء على السطح. يقوم نبتون العملاق باستخدام الرياح وتحويلها إلى شيء متطرف لا يمكن التعرف إليه تقريبا، لكن هناك قمرا صغيرا يدور خلف حلقات زحل مباشرة يقوم بالشيء ذاته للمطر. هذا هو تايتن، حيث يستطيع المطر اليومي الاعتيادي المنهمر تحويل الأرض إلى كرة نارية متفجرة. إنه يوم غائم وتبدأ عاصفة مطرية بالتحرك. هنا على الأرض ستقومون بإحضار مظلتكم واعتبار الأمر إزعاجا طفيفا، ولكن هذه ليست الأرض وهذا ليس مطرا عاديا. هذا هو تايتن، قمر صغير لكوكب زحل، وهذه أمطار كيميائية غزيرة ستحتاجون إلى أكثر من مظلة للاحتماء منها. قواعد الأحوال الجوية الأرضية لا تنطبق هنا بكل تأكيد، لكن الأرض وتايتن متشابهان في كثير من الطرق. لدينا على الأرض سطح صلب وغلاف جوي يحمينا وكثير من الماء. كل هذه الأشياء تجعل الحياة على كوكبنا ممكنة. ليس هناك أي مكان يشبه الأرض ضمن المجموعة الشمسية، لكن تايتن يشبهها قليلا، فهو يملك سطحا صلبا كالأرض. يملك تايتن غلافا جويا شبيها بالأرض في بعض النواحي، وهو مكون من النيتروجين بشكل أساسي مثل الغلاف الجوي للأرض، وهو ممتلئ بالمواد العضوية. لكن كلمة شبيه لا تعني أنه مطابق. هنا على الأرض يحتوي غلافنا الجوي على كمية كبيرة من المؤونة المائية في داخله في جميع الأوقات، تبخر مستمر وعودة إلى تساقط الأمطار. المكان أشبه بجزيرة كواي في هاواي. اليوم نحن على منحدرات وايالي آيالي، وهو الجبل الذي تكتنفه الغيوم خلفنا. معدل الأمطار هنا يزيد على 12 مترا في العام. تبدأ دورة المياه الأرضية عندما يرتفع الهواء الدافئ الرطب من المحيط مشكلا السحب التي تقوم في النهاية بالتكثف إلى المطر. يعود المطر بالانهمار على الأرض
حيث يجري تصريفه في النهاية عائدا إلى المحيط، ما يعيد بدء الدورة مجددا. عندما يتبخر الماء يمتص جميع الإشعاعات الشمسية، وعندما يتكثف الماء يصدر كل تلك الطاقة في الغلاف الجوي، وهذا الانتقال للحرارة يساعد في اعتدال الظروف على الأرض. تخزن مياه الأرض ما يعادل 80% من حرارة الشمس، ما يساعد في الإبقاء على درجة حرارة ثابتة من خط الاستواء إلى القطبين. يرى العلماء أن تايتان يملك على الأغلب الماء أو نوعا آخر من السوائل الذي يمكن أن ينتج تأثيرا مماثلا. في عام 2004 عندما زار مسبار كاسيني التابع لناسا كوكب زحل، وجد دليلا يدعم تلك النظرية. إذا ذهبتم إلى تايتان وكنتم تنظرون إلى المناظر الطبيعية فسوف ترون شيئا سيبدو مألوفا لديكم تقريبا. يمكن أن تشاهدوا جبالا كبيرة وأودية نحتت بالسائل الجاري. في الوقت الذي حلق فيه كاسيني وراء تايتان الضبابي، قرأت راداراته السطح الذي في الأسفل. رأى العلماء قنوات تمر عبر السطح تقريبا كما تفعل الأنهار على الأرض، بعضها يمتد بطول 1450 كيلومترا، أول دليل قوي على وجود سوائل على تايتان. هناك كميات كبيرة من السائل على سطح تايتان، ليس في مكان آخر في المجموعة الشمسية باستثناء الأرض. هل يمكن أن يكون الماء السائل الذي ينحت الجبال الأرضية والأودية هو أيضا الذي ينحت هذه التضاريس على سطح تايتان؟ أم يمكن أن يكون شيئا آخر؟ المشكلة هي أن تايتان بعيد جدا عن الشمس، إن كان ذلك ماء فسيكون متجمدا إلى حد الصلابة. الحرارة تعادل ما يقارب 185 درجة مئوية تحت الصفر على تايتان، ولأنه بارد جدا الميثان الذي نجده على الأرض على شكل غاز يكون بشكله السائل على تايتان. ولكن مجرد كون الميثان سائلا على سطح تايتان فذلك لا يعني أنه جزء من دورة الأحوال الجوية كالماء على الأرض. لذا كيف نستطيع معرفة إن كان الميثان يتساقط أيضا من سماء تايتان؟ الجواب محاط بالغموض. إن تايتان مغطى على نحو تام بضباب سميك من جسيمات الدخان، كيوم سيء جدا في لوس أنجلوس. على الرغم من وجود الضباب استطاع مسبار كاسيني مرة ثانية إيجاد الجواب. يمكننا رؤية السحب العليا ويمكننا رؤية دليلا على تساقط أمطار لأن السحب تنخفض انخفاضا حادا. نفترض أن ما نراه هو تأثير هطل الأمطار. أمطار من الميثان. نعتقد أن تايتان يملك رياحا ميثانية موسمية، لذا نحن نعتقد أن تايتان يملك في بعض الأحيان كثيرا من الأمطار القادرة على حفر مجاري أنهار وترك كميات رواسب كبيرة على السطح. كما أن صور رادار كاسيني كشفت أيضا عن بحر كبير من الميثان على سطح تايتان. إن كان هناك ميثان سائر على السطح وارتشاح مثلا، يمكن أن يتبخر هذا الميثان ويصبح في الغلاف الجوي، لذا فهناك ما يشبه الدورة للميثان بين الحالة السائلة والحالة الغازية وبين السطح والغلاف الجوي، يشبه كثيرا دورة المياه التي تحدث على الأرض. لكن غاز الميثان قابل للاشتعال، إذن ما سبب عدم اشتعال تايتان؟ من أجل حدوث أي احتراق أنتم بحاجة إلى شيئين، تحتاجون إلى الوقود الذي هو الميثان وتحتاجون إلى الأكسجين، وعلى تايتان ينقصكم الأكسجين، لذا فالقمر برمته عبارة عن عبوة وقود كبيرة لكن ليس فيها أكسجين ليحرقها. لو كانت الأرض باردة بالشكل الكافي لكانت هناك أمطار من الميثان. يستطيع الأكسجين في غلافنا الجوي خلق عاصفة نارية على مستوى العالم. لحسن حظنا ذلك لا يمكن أن يحدث. تبدو دورة الميثان على تايتان غريبة ومألوفة في آن واحد. بالنسبة إلي تايتان مثير جدا بسبب أن كل المواد مختلفة تماما وأنها أنتجت في أثناء هذه العملية مناظر طبيعية مشابهة جدا لما نراه على الأرض.
أثبت تايتن أنه بالنسبة إلى الأحوال الجوية على الكواكب المظاهر تبدو خادعة. على المشتري الأمر يتعلق بالحجم فقط. إن سقطت البقعة الحمراء الكبيرة إلى عالمنا فستجعل أعتى زوابعنا تبدو كالنسيم. هذه أكبر وأقدم عاصفة في المجموعة الشمسية وأشهر ميزات المشتري. تسمى البقعة الحمراء الكبيرة. إنها تساوي تقريبا ضعفين أو ثلاثة أضعاف حجم الأرض، ما يجعلها أما لجميع العواصف. علمنا بوجود البقعة الحمراء على النصف الشمالي من المشتري لأكثر من 300 عام. عندما اخترع جاليليو التلسكوب وبعد مضي بضع عشرات من السنين رأى الناس البقعة الحمراء العظيمة وهي لا تزال هناك. مع أنها مألوفة لا تزال غامضة، لا أحد يعلم كيف تكونت هذه البقعة، لكن العلماء استطاعوا أخيرا إرسال مسبار تحت القسم العلوي من سحب المشتري ليعرفوا المزيد عن هذه العواصف الفضائية. العاصفة قوية بسرعة رياح تصل إلى 480 كيلومترا في الساعة. إنها ترتفع عاليا فوق السحب المحيطة. نحن نملك العواصف التي على الرغم من أنها تبدو مشابهة إلا أنها أصغر وأكثر اعتدالا. إنها الأعاصير، كما تطلق عليها أسماء عديدة مثل سايكلون أو تايفون بحسب المكان الذي تتكون منه. ولكن هل هناك ملامح مشتركة بين الزوابع الهوجاء على الأرض والبقعة الحمراء على المشتري؟ إن كنا سننظر إلى الأرض من الفضاء وباتجاه زوبعة هوجاء فإن لها نمطا كبيرا يشبه الدوامة. إنها مستديرة وتقوم بالدوران. عواصف المشتري تبدو كبيرة ومستديرة، وهنا ينتهي التشابه. في الزوبعة الهوجاء نواة داخلية يطلق عليها اسم عين الإعصار الاستوائي، وهذا القسم يمتاز برياحه الهادئة تماما، وهو لا يحوي أي سحب، وعادة ما يكون قطرها بحجم يقارب 10 إلى 20 كيلومترا. ومن ثم وبعيدا من العين هناك جدار العين، وهذا القسم ممتلئ بالسحب وفيه كثير من الأمطار. وهناك قسم آخر يمتد بضعة كيلومترات وفيه رياح وأمطار قوية جدا. تستمد الزوابع الهوجاء قوتها من الحرارة في محيطنا، لكن المشتري لا يملك أي محيطات، والشمس ليست قريبة بالشكل الكافي لكي تعطي الطاقة لعاصفة كالبقعة الحمراء. إذن من أين يحصل على قوته؟ جزء من الجواب هو حجم المشتري. إنه أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية، تقريبا كحجم جميع الكواكب الأخرى مجتمعة. هذه الكتلة تقوم بتوليد سحب جاذبية قوية جدا، والتي تقوم بدورها بخلق حرارة داخلية ترتفع إلى السطح. قد تكون قطعة أخرى من الأحجية هي دوران المشتري الذي يفوق سرعة الصوت. على الرغم من كونه أكبر بكثير من الأرض، إلا أن اليوم على المشتري يدوم 10 ساعات فقط. إنه يدور أسرع بكثير. هل يمكن أن تكون الطاقة من هذا الدوران هي ما يغذي البقعة الحمراء؟ هذه الدورة السريعة مهيمنة بشكل كامل على الجو. هناك قص بين خطوط العرض المختلفة، وذلك القص إضافة إلى كثير من الحرارة التي تأتي من الباطن من كتلة رذاذ الكوكب، والتي تساوي 290 ضعفا من كتلة الأرض، ما يؤدي إلى حدوث عواصف عنيفة جدا. لكن العواصف في المشتري والأرض تدور بشكل حلزوني مألوف. على الأرض تكون بسبب تأثير يسمى قوة كوريوليس. أنا أجلس في القطب الشمالي وأريد أن ألقي كرة على صديق في لوس أنجلوس. إذن إن قمت برمي الكرة في ذلك الاتجاه الأرض تدور، وسينتهي الأمر بالكرة في منتصف المحيط الهادئ بدلا من لوس أنجلوس. إذن وكأن مسارها انحرف إلى اليمين، وهذا ما نطلق عليه اسم قوة كوريوليس. هذه القوة
تدير العواصف باتجاه عقارب الساعة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، لكن هناك اختلافا مطلقا بين الأرض والمشتري. البقعة الحمراء في وسط المشتري الجنوبي، ومع ذلك فهو يدور بعكس اتجاه عقارب الساعة، وهذا بسبب بعض أنواع الرياح القوية الأخرى. إنها محدودة بالتدفق الذي يتحرك في الاتجاه المعاكس، وكالحزامين الناقلين اللذين يغذيان الطاقة والقوة الدافعة إلى هذا النظام. مجموعة تيارات المشتري المتدفقة تدير العاصفة إلى فوضى منظمة. ولكن من أكثر الاختلافات بين البقعة الحمراء على المشتري وعواصفنا على الأرض ربما يكون السطح الصلب. حالما تصطدم الزوبعة الهوجاء بالأرض تتفكك بسرعة كبيرة. إن كانت تسير على الأرض أو على الجبال فتصرفها مختلف عن مكان تكونها فوق المحيطات، وما فوق المحيطات الدافئة تحديدا هو المكان الذي نحصل منه على الزوابع الهوجاء، ومن الواضح أنه لا يوجد سطح صلب على المشتري. من دون كتلة أرضية تقف في وجهها تستمر البقعة الحمراء في الدوران والدوران. يأمل العلماء أن يتعلموا المزيد عن أحوالنا الجوية بالاستمرار في دراسة العاصفة. على الأرض هناك حد للمدى الأقصى الذي نستطيع أن نصل إليه في تنبؤ الأحوال الجوية. على المشتري يمكننا أن نتنبأ بمكان البقعة الحمراء قبل أشهر. هناك قيمة معينة لكي نفهم ما الذي يجعل الأحوال الجوية على الأرض غير متوقعة، وعوامل الأحوال الجوية على المشتري قابلة لتوقع أكثر. الأحوال الجوية على الأرض لا تصل إلى العنف الذي تصل إليه على المشتري، وهذا من حسن حظنا، لأننا إن قمنا بتقليص البقعة الحمراء لكي تلائم الأرض فسنتعرض لكارثة. على الأرض لدينا أعاصير من التصنيف الخامس، وهم يملكون هنا زوابع هوجاء من التصنيف العاشر. العواصف على الكواكب تختلف على نحو كبير في كل مكان تذهبون إليه في مجموعتنا الشمسية، حتى جارنا الأقرب الزهرة. نحن نقول إنه كوكب شقيق لنا، ولكن لحسن حظنا أن هذا التشابه لا يتضمن الأحوال الجوية، وإلا فسوف نحترق. يكون كوكب الزهرة أقرب الجيران، ولكن بطريقة ما الأحوال الجوية هناك مختلفة جذريا عن أحوالنا الجوية. الكوكب الثاني بعد الشمس هو عبارة عن مزيج بين مكب نفايات سامة وفرن. لذا فهو في الحقيقة تعبير كوكبي للجحيم. الحرارة هناك 480 درجة مئوية، والضغط على السطح يماثل الموجود تحت سطح المحيط ب 805 أمتار تحت الماء. وأن لم يكن ذلك كافيا، فالغلاف الجوي العلوي للزهرة مختنق بسحب حمض الكبريتيك والرياح التي تسير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة. لكي تحصلوا على مقارنة مع الزهرة، أفضل ما يمكنكم القيام به هو أن تدخلوا في الفرن وتقوموا بتشغيله. نتحدث عن الغوص في البحر العميق، إنه لا يشبه أي شيء، لا يوجد أي شيء يقارن به على الأرض. على الزهرة لا يوجد أي طريقة للهرب من الحرارة. إن قمتم بعمل بقعة حارة على الزهرة فستحمل كتلة الغلاف الجوي تلك الحرارة بعيدا ونشرها في الأرجاء. لكن كوكب الزهرة يشع بشكل ساطع جدا في سماء الليل بسبب سحبه السميكة التي تعكس أشعة الشمس التي تتلقاها. اعتقد بعض العلماء الأوائل أن الزهرة ستحصل على درجات حرارة معتدلة كالأرض. مررنا بجانب الزهرة عام 62 بسفينة فضائية، واعتقدنا أننا سنجد حرارة السطح تقارب 30 درجة مئوية. لكن ذلك كان خطأ. لابد من أن هناك شيئا آخر يعمل في الزهرة. ولكن ما هو؟ لما لا يبرد كوكب الزهرة نفسه كما تفعل الأرض؟ لدينا أشعة الشمس تضرب سطح الأرض، تزداد حرارة الأرض شيئا فشيئا، لكن الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي لا يعوقان الضوء، لذا فإنها تمر خلال الغلاف الجوي وتغادر وتذهب إلى الفضاء. على الزهرة الغلاف الجوي يعادل 97%، ثاني أكسيد الكربون يعطي معنى آخر لتأثير البيوت الزجاجية. يصبح من الصعب جدا على السطح أن يحصل على طاقته. إن كنا نملك وقودا مغطى ووقود بيت زجاجي يمكننا زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي.
لما يملك كوكب الزهرة كمية من ثاني أكسيد الكربون أكثر من الأرض، مع أنه يطلق عليهما اسم الكوكبين الشقيقين؟ إنهما تقريبا بحجم واحد، ويملكان تقريبا الكمية نفسها من الكربون، ومنذ مليارات السنين كان كلاهما يملك كثيرا من الماء، ولكن منذ عصور مضت افترق طريقهما بشكل غامض. على الأرض شكل الماء الحياة. الأرض هي معظمها من الكربون وأشكال الحياة، الأشجار والحيوانات، ولكن إن قمتم بأخذ كل ذلك الكربون، إنه في أقرب صخرة سطحية، وقمتم بحرقه أو تحريره، يمكنكم عندها خلق غلاف جوي يشبه تقريبا الزهرة. قرب الزهرة من الشمس جعله حارا جدا لكي يحافظ على الماء السائل، فتبخر الماء إلى الغلاف الجوي، ما حبس الحرارة الموضعة من الشمس وخلق تأثيرا كالبيوت الزجاجية. حالما تدخل الغلاف الجوي تتعرض جزيئات الماء لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية وتفكك هذه الجزيئات. لم يكن لدى المجتمع العلمي أهمية تأثير البيوت الزجاجية قبل الذهاب إلى الزهرة ورؤية المكان الذي كانت فيه درجة الحرارة 300 درجة بدلا من 30. استهلك الأمر مهمات عدة إلى الزهرة، آلت إلى الدمار حتى نجح الأمر. ابتداء من الستينيات قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بإرسال مسابر إلى الكوكب ونزل إلى سطحه. لم يستغرق الأمر من الزهرة وقتا طويلا حتى حطمها وأحرقها. بعدئذ في عام 1981 حقق المسبار السوفيتي فينيرا 13 رقما قياسيا في النجاة على سطح الزهرة، استمر 2:07. استطاع التقاط الصور والحصول على عينات من السطح قبل أن يجري قهره بالحرارة. إنه قابع هناك في درجة حرارة تبلغ 300 من حوله، ولا بد أن تتغلغل فيه وتحرقه. يأمل العلماء أن يستطيعوا في يوم ما إرسال مسبار إلى الزهرة يستطيع النجاة في بيئته العدائية، لكي يساعدنا على تأكيد نظرياتنا عن سبب ضلال هذا الكوكب عن مساره، لأنه لو كانت الظروف مختلفة بعض الشيء لكان من الممكن أن يكون هذا الكوكب توأما لنا. أزيل درع الغلاف الجوي الخاص بنا وستصبحون على الطريق إلى الفرن الناري. في أثناء تسخينكم له حتى درجة 400 أو ما يقاربها ستبدأون بالحصول على الدخان المشتعل، وقبل تلك الدرجة بكثير ستشتعل الأرض باللهب لوجود كل ذلك الأكسجين لدينا. حالما تتبخر المحيطات، الكربون المحجوز في الصخور في أرض المحيط سوف يطهى وسيعود لدخول الغلاف الجوي على مدى ملايين السنين. إن ألقيتم نظرة على نظام الأرض بعد أن يحدث ذلك فستجدون كوكبا يبدو كالزهرة. نحن نبعد كل البعد عن تغير بهذا العنف، ولكن من الحكمة أن ننظر إلى الكوكب الشبيه بالأرض عندما سار هذا الكوكب الشقيق على مسار مختلف تماما عن الذي سرنا فيه. إذن القوى الكونية حولت الزهرة إلى شواء كوكبي، ولكن في هذا العالم العاصفي العنيف الوقت والعناصر أنتجا أقوى العواصف الرعدية التي جرى قياسها على الإطلاق. أهلا بكم إلى زحل. هذا النظام العنيف الذي يتعلق بالأحوال الجوية ينمو ويكبر في الوقت الذي يضرب فيه الغلاف الجوي بأقصى الصواعق. إلا أن هذه الصواعق لا يمكن رؤيتها لأنها تقوم بكهرباء السماء فوق الزحل. على الرغم من القوة لصواعق زحل لم يستطع العلماء رؤيتها. جزء من السبب هو أن حلقات زحل ساطعة جدا. الحلقات ساطعة جدا، إن كنتم على الجانب التاسع من زحل فستكون ساطعة أكثر بكثير من الأرض تحت القمر المكتمل. لكن الزحل يقوم أيضا بإخفاء صواعقه تحت سحب سميكة وخانقة من النشادر. إنها تقع على الأغلب تحت 100 كيلومتر من المكان الذي تحدث فيه الصواعق، وهذا يعقد رؤية وميض البرق. لكن الصواعق موجودة والعلماء يعلمون ذلك لأنهم يسمعونها. كاشفات الأمواج الراديوية على المسبار كاسيني سجلت صوت صواعق زحل. يمكننا سماع موجات للصاعقة كسماع موجة مذياع ذي تعديل سعة الموجة AM. ها
هذه الموجات تكشف قوة الصواعق التي لا نستطيع رؤيتها. يمكنكم قياس الطاقة في موجات الراديو هذه ومقارنتها بالطاقة التي يستطيع مذياعكم التقاطها عندما تكون هناك عاصفة رعدية حول الأرض، والصامتة منها هي الكبيرة، إنها أقوى بمئة ضعف تقريبا. البرق على الأرض يمكن أن يساعد العلماء في فهم كيفية عمل العواصف على زحل. سحب العواصف على الأرض كما في زحل تسحب التيارات الصاعدة الرطوبة إلى الأعلى، ما يسبب تكون الجليد. هذه البلورات الجليدية تحتك ببعضها وتحصل على شحنة إيجابية وتصبح منجذبة إلى نقاط الماء ذات الشحنات السلبية الموجودة في المناطق الأسفل في السحب. حالما تحصلون على ذلك التفريق في الشحنة المتراكمة والمكثفة لدرجة أنه يمكن أن يكون بقوة 100 مليون فولت، وأن السحابة بعدها تطلق هذه الطاقة. على زحل يحدث الشيء نفسه، ولكن على مقياس أكبر بكثير. البرق أقوى ب100 مرة منه على الأرض. هذه قوة مذهلة تساوي 10 مليارات فولت من الكهرباء. العواصف الرعدية على القسم الجنوبي من زحل تمتد آلاف الكيلومترات وتستمر فترة زمنية طولها شهر، لكن العلماء لا يعرفون السبب الذي يجعل عواصف زحل أكبر. قد يكون الغلاف الجوي المشبع جدا لزحل. ربما حقيقة أن هناك مزيدا من الماء في الغلاف الجوي لزحل هي ما يجعل العواصف أكبر. المزيد من قطرات الماء يعني مزيدا من الاحتكاك وصواعق برقية أكبر. الطاقة الناشئة عن الكوكب قد تساهم في طاقة عواصف زحل الرعدية. السائقة آلي على زحل هي مكان تكون فيه الرياح تابعة للأبطأ، لذا إن غصتم في الغلاف الجوي فسترون الرياح نفسها التي ترونها في الأعلى. إنه مكان تتحرر فيه الطاقة وتصل إلى الغلاف الجوي العلوي من دون أن تتجزأ، ويسمح ذلك للعاصفة أن تكون منظمة. الغلاف الجوي الأرضي ليس مبنيا بهذه الطريقة، إنه لا شيء مقارنة بالأنظمة على زحل. حتى كمية اعتيادية من العواصف الرعدية على زحل ستدمرنا هنا. عاصفة رعدية زحلية على الأرض ستعني عاصفة رعدية تنمو لتغطي أمريكا الشمالية، ويفترض أنها ستحوي رياحا قوية جدا وأمطارا، وهذا أمر لا مثيل له على الأرض. عواصف زحل الرعدية الجامحة دليل على أن لدى الجيران من الكواكب الأخرى أحوالا جوية أعتى بكثير من أحوالنا. لكن قوانين الفيزياء التي أوجدت عواصف زحل هي نفسها التي أوجدت أحوالنا الجوية، لا سيما العواصف الرملية والرياح التي لا تلين والصواعق العنيفة والزوابع الهوجاء والحرارة الحارقة. أثناء تعلمنا أكثر عن الأحوال الجوية المتطرفة في العوالم الأخرى، نحصل على رؤية غير متوقعة لطريقة عمل كوكبنا وما الذي سنواجهه، ومتى نغامر إلى الكواكب الأخرى ونتجرأ على عواصفها الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة DIY روبوت اصنع روبوتك. اليوم سوف أقدم لكم اختبار لعزم السيرفو موتور نوع DS3128. هذا هو الذي هو في الحقيقة وزنه وحجمه مشابه لوزن وحجم السيرفو المشهور المسمى MG995، الذي وضعت عدد 2 منه للتحكم بفتح وغلق القبضة. في الحقيقة هذا السيرفو المشهور المنتشر جدا المسمى MG995 أقصى حجم يستطيع أن يوفره هو 2.5 كيلوغرام سنتيمتر، رغم أنه نظريا مكتوب عليه 10 كيلوغرام سنتيمتر، ولأنني أردت أن أضع مفصل إضافي عند نهاية القبضة
أسميتها وزدت 3 للتحكم برفع وإنزال القبضة بهذا الشكل. وضعت هنا، هذا هو السيلفو، هذا الأسود نوع DS3128. أقصى عزم يستطيع أن يوفره هذا السيلفو هو حوالي 9.5 كيلوغرام سنتيمتر، أي أنه إذا كان لدينا ذراع طوله 10 سنتيمتر فإنه في القبضة يستطيع أن يرفع وينزل وزن مقداره كيلوغرام كامل. وهذا هو أقصى حد وضعته للقبضة لرفع والإنزال، هذا هو السيلفو، لذلك سوف نقوم باختبار عزمه. هذا هو اختبار العزم، مصدر القدرة 6 فولت، وطول الذراع 15 سنتيمتر، الوزن الموضوع 0.5 كيلوغرام، هو عبارة عن زجاجة الماء التي تشاهدونها، وتمكن من رفعه. وذلك يكون العزم في هذه الحالة هو 500 غرام مضروبة في طول الذراع 15 سنتيمتر، فيكون العزم 7.5 كيلوغرام سنتيمتر. ثم أضفت وزن إضافي هو عبارة عن 111 غرام، ليكون الوزن 611 غرام مضروبة في طول الذراع نفسه 15 سنتيمتر، فكان العزم النهائي هو حوالي 9.5 كيلوغرام سنتيمتر مع نفس البولتية. شكرا لكم، لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة. شنو رأيكم؟ هذا روبوت يزحف. يفتر بمكانه، سوى دورة كاملة. هاي الأسلاك، طيب هذا محرك دي سي موتور مع جير بوكس، اسمه بالانجليزي 5 فولت جيرد دي سي موتور.